السلام عليكم. ذات صباح وجد سكان صنعاء أنفسهم أمام مسلحين ينتشرون في الشوارع يؤدون مهام رجال الدولة بصفة غير دستورية ولافتة غير قانونية تسمى المسيرة القرآنية. أسئلة كثيرة ظلت حاضرة حتى هذه اللحظات في صنعاء المقهورة، من بينها: كيف تمكن الحوثيون من اقتحام المعسكرات والقنوات الرسمية والإذاعات ونهب كل ما فيها بمقاومة محدودة؟ كيف أصبحت صنعاء رهينة ومختطفة تحت سلطة القهر إلى هذه اللحظة؟ عندما خرج المسؤول الأول في اليمن وقال في خطاب متلفز إن اليمن تعرض لمؤامرة دبرتها قوى محلية وإقليمية، كانت تلك اللحظات الأولى التي انزلقت فيها صنعاء إلى مصير غير معلوم ويوميات انتهاك بأسماء مجهولة وسجون غير مرئية. كان الرئيس هادي يتحدث بنبرة منكسرة لها علاقة بانكسار الدولة، وبالتزامن مع حديثه كان الحوثيون ينقلون معدات عسكرية ضخمة ويشيدون سجونا غير مرئية ويغرسون سلطة المشرف المسلح في أحشاء مؤسسات الدولة. ما تشهده صنعاء من يوميات للقهر محصلة لذلك الانقلاب والاجتياح، والمؤسف أن المدينة تنزلق نحو ضرب آخر ما تبقى من التماسك الاجتماعي. عن صنعاء تحت سلطة القهر ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. صنعاء مدينة تحت القهر، هذا ما تقوله يوميات الزمان والمكان في العاصمة الرهينة التي أصبحت تحت سلطة المشرف المسلح، السلطة التي تعلو على القانون وهي التي جاءت بطريقة غير شرعية وانقلبت على كل التشريعات. صنعاء المدينة المعلومة تبدو مجهولة المعالم، يلوح فيها الظلام أكثر من الضوء، والصرخة أكثر من الشعار الوطني، واللافتات الخضراء أكثر من سارية علم الجمهورية متعدد الألوان. ما تصنعه الميليشيا من اختطافات يومية في أحياء المدينة وضواحيها يعبر عن حالة هدر الإنسان الذي ينام في أجواء منزله أول الليل لينهي ليلته في سجن غير مرئي لا يرى فيه إلا عيون الشاويش ولا يشتم إلا رائحة دخان السجائر. عودة زمن الرهينة عبر إلزام إحدى القرى في بني حشيش بعشرين رهينة بعد خلاف بين الميليشيا والأهالي يعبر عن مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للذين رموا بفلذات أكبادهم إلى مصير مجهول فوق عربات الانقلاب. وما تصنعه الميليشيا في مستشفى الثورة من تضييق على الكادر العامل ومصادرة رواتبه مسلك يعبر عن الثلاثية الإمامية التي عادت بحذافيرها لتعزيز الجهل والفقر والمرض. ضياع الحد الأدنى من شخصية الدولة والقانون هو السائد العام في المدينة في ظل غياب صوت القانون، بينما يحضر صوت الصرخة ويزدهر نهج قطاع الطرق على حساب نهج الدولة وسلطة القانون. صناعة الذعر داخل أحياء المدينة وعودة زوار الفجر لرصد أنفاس الناس يزيح الستار عن الظلال السوداء التي تخيم على مدينة كان يطلق قديما على أحد جبالها غيمان، عندما كان الغيم رفيق صنعاء قبل أن يصبح القهر رفيقها الوحيد تحت الإكراه المسلح، وهي المدينة التي كابدت طويلا من أجل النور لتجد ذاتها مجددا في مربعات الظلام والسوق السوداء. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن انضم إلينا الآن وهو السيد الكاتب الصحفي وضاح اليمن عبد القادر الذي انضم لنا من القاهرة. أهلا بك أستاذ وضاح. أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. أستاذ وضاح، إذن صنعاء تحت سلطة القهر، دعنا نبدأ بالحديث عما يجري في صنعاء في يعني خاصة في هذه الأيام الأخيرة ومنذ أن وقعت العاصمة تحت سلطة الميليشيا، كيف تفسر ما الذي يجري؟ أخي العزيز، ما يجري في صنعاء اليوم حالة إرباك شديدة بين طرفي الانقلاب والتحالف الانقلابي، ميليشيات الحوثي وميليشيات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. كثير من المشاكل التي بدأت تطفو وتظهر على السطح لهذه الميليشيات وأطراف الانقلاب، ما بين التعيينات في المؤسسات الرسمية، ما بين السيطرة أيضا على الصراع على
الموارد ايضا، الصراع ايضا على بعض على القيادات العسكريه ايضا، والسيطره على ما تبقى من فصائل الحرس الجمهوري التي ما زالت تدين ايضا للمخلوع بالولاء. هناك صراعا كبيرا ايضا على كافه المستويات، وان كان لم يظهر الى السطح بعد، لكن بوادر الصراع صارت واضحه ومعروفه للجميع، لانه ما بني على باطل فهو اساسا باطل. هذا التحالف بعد ان تحاور اليمنيون لاكثر من عام ونصف في مؤتمر الحوار الوطني، عرفت هذه القوى التي كانت تدعي وتستر بالجمهوريه ان فرصتها ايضا في السيطره على اليمن، بعد ان سيطرت لعقود وربما لمئات السنوات ما بين اصحاب الحق الالهي واصحاب الحق القبلي، قد انتهى هذا الامر واصبح اليمنيون على اعتاب الجمهوريه الجديده الثانيه، او ما يسمى الجمهوريه الثانيه، التي سيصير فيها اليمنيون كلهم شركاء في القرار، شركاء في اتخاذ السلطه. نحن كنا على اعتاب يمن جديد، دوله فيدراليه اتحاديه ضامنه لكل اليمنيين، فانقلب المخلوع علي عبد الله صالح، وبعد وبالاخير تحالف من كانوا يدعون انهم في صف ثوره 11 فبراير مع المخلوع علي عبد الله صالح، لان نواياهم المبيته والتي كانت قد اعتملت ايضا من بعد ما ثوره 26 سبتمبر من خلال تواجدهم في كافه مفاصل الدوله، عودتهم ايضا، ولكنهم كانوا يعملون بصمت لهذه الفتره الطويله. ظهر مشروعهم هذا المشروع القبيح الذي حاول الانتقاص من حق اليمنيين في مواطنه متساويه وعداله اجتماعيه. طيب الآن هناك مشرف مسلح يمارس سلطة كل يوم، يمارس تعسفا، يمارس تضييقا على الناس في ظل أيضا انقطاع للرواتب، هل ما تشهده صنعاء الآن نوع جديد لم تشهده على مر التاريخ؟ أخي العزيز، يبدو أن العاصمة صنعاء مقدمة على فترة جديدة ستشهد إن شاء الله بإذن الله انتفاضة شعبية من الداخل. هذه الميليشيات التي كانت قد سيطرت أيضا وأنهت ما المخزون النقدي، والآن أصبح الناس أمام أزمة رواتب، ومع ذلك التزمت الحكومة الشرعية بقيادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بتسليم الرواتب، وقامت أيضا بتسليم الرواتب لبعض للموظفين في أمانة العاصمة أو بعض القطاعات، وهناك الآن تجري عدد من المعالجات أيضا للموظفين في عدد من القطاعات الأخرى. فهذا حط الميليشيات الإنقلابية حطها في موقف حرج جدا، وأصبحت لا تعرف كيف تتصرف. هي الآن أيضا مع اقتراب تحرير معركة تحرير الحديدة ستضيق هذه الميليشيات الإنقلابية. التحالف العربي والحكومة الشرعية قادرة على أن تحسم معركة صنعاء، لكن الأمر هناك حسابات من جوانب عديدة مختلفة. العاصمة صنعاء مكتظة بالسكان وتشهد أيضا عدد تركيبة سكانية متنوعة من جميع محافظات الجمهورية. تمترس هذه الميليشيات في داخل العاصمة صنعاء سيؤدي إلى حدوث مجازر، كون هذه الميليشيات سوف تستخدم المدنيين لتروس أو متارس من أجل أن تحدث مجازر تدين الحكومة الشرعية، وهو ما تعمل الحكومة الشرعية على تجنب مثل الانزلاق في مثل هذا الأمر. لكن ما يراهن عليه خلال الفترة القادمة هي انتفاضة شعبية بدأت بوادرها في الاحتجاجات والاعتصامات في مرافق الدولة، بدأت أيضا في أهم مرفق تعليمي هو العاصمة صنعاء. تخيل يا سيدي العزيز أن تكون هناك تقصد جامعة حكومة، صنعاء. تكون هناك حكومة وزير التعليم العالي مجرد شيخ قبلي، إلى أين وصلت بنا هذه الأمور؟ أمر مضحك للغاية. أيضا أن يأتي أحد المشرفين الحوثيين ومن ثم يقوم بالاعتداء أيضا على أحد الوزراء اللي طرفهم الانقلابي أو المتحالف معهم في المؤتمر الشعبي العام. لذلك يعول أيضا على من تبقى أيضا، إن كان هناك قوى حقيقية شريفة بقت لأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام أن يعلنوا انضمامهم للشرعية، وحتى تحتط هذه الميليشيات أمام موقف لا يحسد عليه. لكن الآن يعني من هم يعني مناصرين للإنقلابيين لا يمكن التعويل عليهم، هم يبدو أنهم في موقف ارتضوا يعني وجودهم فيه بهذا الشكل، لكن أين هو، هل هناك يعني حاجة إلى إسناد أكبر من الشرعية التي في الأخير هي المناطة الأولى والأخيرة بمعاناة الناس، بتحرير العاصمة، برفع هذا القهر الذي يحصل يوما بعد آخر على السكان في صنعاء؟
أخي العزيز، كلنا يعرف ما تقوم به هذه الميليشيات الانقلابية من انتهاكات. هناك الآن العاصمة صنعاء سوف تشهد انفجار شديد وعرم وغضب عارم في مواجهة هذه الميليشيات الانقلابية. هناك حملة اعتقالات بالمئات، هناك أيضا انتهاك للحرمات، هناك أيضا انتهاك لكل الحقوق الإنسانية. أصبح الناس تحت ضغط هذه الميليشيات، وهو ما سيولد انفجار قادم بإذن الله، سيكون هو الطوفان الذي سيجنب العاصمة صنعاء الكثير من الخسارات البشرية إذا ما قدر للمعركة أن تحسم عسكريا. أما كما قلنا، في الحكومة الشرعية قادرة على أن تحسم معركة صنعاء ربما بخلال أيام مع التحالف العربي، لكن هناك حسابات كما قلنا أخرى، وهو ما لا تحب الحكومة الشرعية أن تصل إليه. لكن يبقى خيار الحل العسكري والحسم العسكري وارد على كل الاحتمالات في حالة أبت هذه الميليشيات الانقلابية، إلا أن يكون الحل العسكري هو الحل الحاسم بعد أن فشلت كل الحلول العسكرية طيب أو دعنا السياسية أقصد. نعم طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ وضاح السيدة رؤى عز الدين الصحفية التي تنضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك أستاذة رؤى. أهلا بكم أستاذة رؤى. إذن صنعاء تحت سلطة القهر، حدثينا عن يومياتكم في صنعاء تحت سلطة هذا المشرف المسلح. صنعاء لا زالت تعاني وتعاني، ولا زالت تتجرع كل المعاني والمآسي في حكم الميليشيا. صنعاء تتجرع اقتصاديا، صنعاء تتجرع تنتحر سياسيا، صنعاء بما تعنيها الكلمة القضاء يندرج تحت الهاوية. جميع مؤسسات الدولة في إشكاليات مستمرة. إذا جئنا إلى نخبة المجتمع في صنعاء، وهم جامعة صنعاء مصابة بالشلل الكلي من الإضرابات المستمرة، من الانتهاكات للأكاديميين، من الاختطافات للأكاديميين وأبنائهم، من استمرارهم في الممارسة المسلحة المتواصلة في جامعة صنعاء. أما لبقية المواطنين في المؤسسات تلو الأخرى، معانا القطاع الصحي، نشاهد في مستشفى الثورة العام المظاهرات بشكل أسبوعي والتمديدات بشكل دائم لما تجريها الميليشيا في القطاع الصحي. في المؤسسات الحكومية لم تعد حكومية، وإنما أصبحت مقرات وكتنات عسكرية ولقاءات للميليشيا. العمل المؤسسي في الشلل بما تعنيه الكلمة. أما للمواطنين فلا تكاد ترى شارعا أو مكان عام إلا وترى الطوابير الطويلة لمساربة المياه، ترى المآسي، ترى الحالات النفسية، ترى المجانين. صنعاء الحضارة تنتحر وتختنق بما تعنيها الكلمة. لا حرية، لا اقتصاد، لا حياة سياسية، لا قضاء. عندما ينتهك المسلح حقوقك، من تقاضي؟ إذا ذهبت للمحكمة ستجد المسلح، وإذا ذهبت إلى قسم الشرطة لن تجد إلا المشرف الحوثي، وإذا ذهبت إلى عقار الحارات لن ترى إلا من أتباع الميليشيا. فحقوق المواطن وسط العاصمة صنعاء تنتهك بشكل يومي وبشكل مستمر وبشكل لا دين ولا عرف أحيانا، يعني تخلوا وتعروا كثير من الأغراض. طيب أنت كامرأة مدنية في صنعاء كيف يعني تعيشين يومك؟ كيف تمارسين مهامك في العمل؟ كيف يعني في ظل هذه السلطة، سلطة يعني هناك كثير ما يسميها سلطة قطاع الطرق، كيف تعيشين أستاذة رؤى؟ كامرأة بداية مواطنة عادية، الامرأة تحملت الكثير وسط العاصمة صنعاء، في ظل انقطاع المياه، في ظل انقطاع الكهرباء، في ظل انقطاع الغاز، في ظل الارتفاع الخيالي للمواد الأساسية الغذائية. فالمرأة كانت هي المتجرعة الأول وهي المتضررة الأول من الأحداث في صنعاء. نرى المرأة هي من تتحمل الأعباء الثقيلة، من تتحمل المياه، من تبحث عن الحطب، من تكابد الحياة. المرأة في صنعاء أصبحت كثير منهن أزواجهن مختطفون، أو أبنائهن، أو العائلة الأساسي مختطف في يد الميليشيا. المرأة
وانتهكت حقوقها من الميليشيا بشكل مباشر، إما بضربهن في بعض الوقفات بأعقاب البنادق أو بشتمهن من قبل رجال الميليشيا، أو كما حصلت الانتهاكات في جامعة صنعاء لبعض أكاديميات في الجامعة. فالمرأة أصبحت في عهد الميليشيا تعاني بشكل كبير، ولكن أثبتت للعالم أجمع أن المرأة لا زال لها صوت، لا زالت تتحدث، لا زالت تخبر العالم بما تعاني من قبل الوقفات الاحتجاجية التي تكون بشكل مستمر للأمهات والزوجات والذوي المختطفين. الامرأة وسط العاصمة صنعاء أصبحت تتوجس الكثير من الخوف، لأنها تعامل رجال ميليشيا لا يتعاملون لا بدين ولا بعرف ولا بأخلاق، فأصبحت تتحاشى بقدر المستطاع أن تصطدم معهم في أي نقطة مواجهة، لأنهم سيواجهونها بطريقة همجية. الميليشيا بدأت تحتجز النساء، قبل أيام احتجزت مدرسات المركز التحفيظ إلى 10 مساء. الميليشيا بدأت تحاصر النساء وتهددهن بالشكل المباشر، فالمرأة لا يخلو يومها. طيب أين تم ذلك الحديث عن احتجاز نساء؟ أين تم أستاذ روى؟ تم في مركز قتيبة للتحفيظ في إحدى مديريات العاصمة، أعتقد مديرية آزال. تم احتجازهم إلى 10 مساء دون علم أهاليهم، تحت مبررات لا علاقة لها نهائيا صلة بالمدرسات. تم استجوابهم بأشياء كبيرة لا يخيل أن امرأة تقوم بها بالأساس. تم أخذ الهواتف النقالة ووضعهن في مكان تحت التهديد والاستجواب والحذر، حتى تم تهديدهن إذا علم أحد باحتجازهن. لذلك تم نشر الخبر بعد أيام عندما سرب من إحداهن، تم التهديد حتى الأهاليين أنه إذا تم النشر أو معرفة الجميع بهذا الخبر أنتم من سيتضرر بشكل مباشر. المرأة احتجزت أيضا في طالبات من جامعة صنعاء قبل أشهر أعتقد، تم احتجازهن من قبل الميليشيا لعدة ساعات. نعم. طيب بنقطة أخيرة أستاذة رؤى، أنتم الآن تعيشون داخل العاصمة صنعاء تحت سلطة القهر هذه، الأنباء التي ترد حول ما يجري على حدود هذه العاصمة وتخومها كما يقال، هل تؤثر معنويا سلبا أم إيجابا؟ بأي شكل تؤثر فيكم؟ هي تؤثر سلبا من قبل الميليشيا، الاختطافات المستمرة والطائلة والتي لا مبرر لها، لا يكاد أحد يظهر رفضه لهذه الميليشيا أو يتكلم حتى يكون مصيره الاختطاف. فأصبح التوجس بشكل واضح في رجال الميليشيا، أصبح الترقب الشك في أقرب وأطرف التصرفات العامة، فانعكس سلبيا على الميليشيا. ما يقابله من انتهاكات تنعكس على المواطنين. أما بالنسبة للمواطنين، أعتقد أن الرفض بدأ يضح بشكل مباشر إذا كان في جامعة صنعاء لا زال الإضراب مستمر، إذا كان المظاهرات في وزارة المالية، المظاهرات في مستشفى الثور العام، المظاهرات في مؤسسات حكومية تقام ضد الميليشيا، دليل قاطع أن الرفض قائم وأن الاستقبال سيكون حثي وكبير جدا بما من أطراف صنعاء لدخول الجيش الوطني والشرعية، كما أن الثورة الجياع تكاد قائمة إذا كانت مدارس العاصمة تصاب بالشلل الشبه الكلي، يعني عندما يذهب الطلاب ذهابا وإيابا ولا أي ناتج دراسي. نحن مقبلون على أيام كان المفترض أن يتم فيها انتهاء الامتحانات للترم الثاني، المدرسون لا زالوا في الإضراب، التنديدات والمظاهرات والقائمة ثورة الجياع، لا رواتب، حتى المواطنون العاديين يعانون بشكل قوي جدا من شراء المواد الأساسية الإغاثية، حتى أصبح رجال الميليشيا يمنعونهم من الإغاثة ويتم بيع الإغاثة. فثورة الجياع قائمة، ولكن تريد من
يكون له الوهلة الأولى في القيام بها. أشكرك أستاذة رؤى عز الدين الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أعود إلى ضيفي عبر السكايب الأستاذ وضاح اليمن عبد القادر الكاتب الصحفي من القاهرة. أستاذ وضاح، هو سؤال ربما تطرقت إليه الأستاذة رؤى في إجابتها، لكن أريد نظرتك أنت يعني ككاتب تتابع من خارج المشهد بداخل صنعاء، هل برأيك أن يعني ما يجري بداخل العاصمة صنعاء هو انعكاس لما تتلقاه الميليشيات ميدانيا أو من ناحية عسكرية في مناطق أخرى من التراب اليمني وحتى على تخوم العاصمة صنعاء؟ أخي العزيز، كما قلنا الميليشيات تعاني من حالة إرباك شديد. أولا اقتراب معركة حسم صنعاء التي تأجلت إلى مرات عديدة، ربما كما قلنا لحسابات عسكرية ربما لا يعيها المواطن العادي، ولكن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يدرك مثل هذه الأمور جيدا ويدرك التوقيت المناسب لحسم المعركة إذا ما اضطر إلى حسمها عسكريا. كثير أيضا من الاعتمالات اليوم التي تحدث داخل العاصمة صنعاء هي كما قلنا أيضا انعكاس لحالة الإرباك، يعني الخسارات التي تتلقاها هذه الميليشيات في مدينة تعز التي تعتبر التي فيها أهم المعارك التي تجري الآن، الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، أيضا المسنود بالمقاومة الجنوبية في حسم معركة المخا ومع حسم معركة الساحل الغربي، أيضا الخسائر التي تتلقاها الميليشيات أيضا في محافظة الحديدة مع وصول دفعة جديدة من المجندين العسكريين من أبناء إقليم تهامة الذين تم إعدادهم وتأهيلهم من قبل التحالف العربي والحكومة الشرعية من أجل حسم معركة الحديدة التي اقتربت بوادرها واقتربت خلال وربما تكون خلال الأيام القادمة، بعد أيضا أن بدأت كثير من المواجهات في إقليم تهامة في الخوخة في أيضا مع قصف التحالف العربي أيضا لبعض تجمعات الميليشيات في محافظة الحديدة في جزيرة كمران أشياء أخرى، ايضا الهزائم التي يتلقاها ايضا يتلقوها في جبهه نهم ايضا في محافظه صعده، كثير من التحركات خلقت ارباكات، الميليشيات قد فقدت كثير من اوراقها التي كانت تعول عليها كثيرا، اصبحت اليوم تدعو الى حاله التعبئه الشعبيه من المواطنين من الاطفال، ولم تعد تلقى لو نظرت الى قناه المسيره المتحدثه باسماء الميليشيات الانقلابيه والمتمردين الحوثيين ستجد أن الجموع والمساندة الشعبية التي كانت يتباهون بها اليوم صارت قليلة جدا، لا تتعدى مئات من الأشخاص الذين يتجمعون، وترى الأمر الإعلامي والتهويل الإعلامي أن هناك حشد شعبي من أجل دعم ما يسمى كما يقولون بالعدوان، من أجل الوقوف والصمود ما يسمى بالعدوان، ومثل هذه الأقوال التي يرددونها عبر وسائل إعلامهم، نلاحظ أن أيضا لم يعد هناك إسناد ولم يعد هناك حاضنة شعبية، هناك وعي تراكمي خلق لدى الناس. اتضح هذا المشروع الانقلابي أيضا كما قلنا من خلال ما أصبح يعانيه الناس اليوم من حالة معيشية سيئة، الكثير اليوم من أكاديميين جامعة صنعاء صار بعض منهم يعمل في معمل للطوب، والآخر يعمل في بيع القات، والآخر أيضا يعمل عامل بناء، والعمل ليس عيبا، لكن من تحول بروفيسور ودكتور أكاديمي لأن يبيع القات أو يتحول آخر للعمل في الطوب بسبب أن وظيفته قطع راتبه من قبل هذه الميليشيات الانقلابية من 7 أشهر، خلق حالة احتجاج. إذا كان حال هؤلاء الناس الذين نعول عليهم التغيير في أكبر المؤسسات التعليمية يعانون، فما بالك في المواطن العادي الذي كان من الأشغال الحرة يجد ما يسد رمقه فيها. الحكومة الشرعية أعلنت التزامها كما قلنا بتسديد الرواتب، لكن ما زالت الميليشيات أيضا تماطل من خلال عدم إرسال الكشوفات، من خلال عدم التفاعل مع الدعوات التي وجهتها الحكومة الشرعية من أجل حل المواطنين، وهذا أيضا كما قلنا سيخلق حالة من الاحتجاج الشعبي وأيضا حالة رحاب، وإن كانت غير معلنة من قبل المواطنين في العاصمة صنعاء في حالة ما قرر الجيش الوطني تحرير العاصمة صنعاء. إذا دعنا أستاذ وضح، سنكمل هذه الحلقة لكن أذهب قبل ذلك إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا إذن بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى ضيفي وضاح اليمن عبد القادر الكاتب الصحفي الذي ينضم لنا عبر السكايب من القاهرة. أستاذ وضاح، هل هو فشل من قبل الميليشيا في إدارة يعني ما يقع تحت سيطرتها بشكل أو بآخر فتتجه إلى أن تقمع الناس، أم أنه نوع من الخوف وإنعكاس لخوف من أن تصل الشرعية إلى داخل المناطق التي تسيطر عليها؟ أخي العزيز، كما نعرف أن هذه الميليشيات الانقلابية هي ميليشيا انقلبت على الشرعيات، الدولة انقلبت على كل إرادة اليمنيين ومخرجات الحوار الوطني كما قلنا الضامنة لتحقيق دولة اتحادية ودولة المواطنة والعدالة المتواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية. فكيف العقلية عصابات أن تدير مؤسسات دولة؟ اتضح منذ الوهلة الأولى فشل هذه العصابات أو الميليشيات الانقلابية في إدارة الدولة، لم يكن أهمها سوى فرض الأمر الواقع. من يعمل وفق منهج سلالي طائفي مناطقي لن يستطيع أن يحكم دولة يمنية، دولة حضارية عمرها يمتد لآلاف السنوات، دولة قائمة على أساس الشورى والمواطنة المتساوية. اليمنيون اليوم يحاولون أيضا استعادات الدولة من هذه الميليشيات الانقلابية، لذلك لا تعول كثيرا على ميليشيات انقلابية ترتبط بالمشروع الإيراني، مشروع دولة الملالي ودولة الفقيه أن تدير مؤسسات دولة. هو فشل ذريع بكل ما تعني الكلمة، والكل يتوقع أيضا، لكن راهنت هذه الميليشيات في بداية الأمر أن يكون لها حضور وتواجد في مناطق الشمال وشمال الشمال، هذه المناطق التي عانت كثير أيضا من التهميش في عهد المخلوع علي عبد الله صالح. لا توجد هناك المدارس، لا توجد المستشفيات، حالة تغييب للمواطن المقهور والموجود في الشمال وشمال الشمال جعل من هذه الميليشيات الانقلابية استخدام الدين كذريعة، وهي تحت مسمى السلالة والطائفة وارتباطهم بآل البيت ومن هذه الأشياء والخزعبلات. لكن كما قلنا الوعي التراكمي عند الناس قد خلق حالة من الرفض لهذه الميليشيات الانقلابية، وعرف كل اليمنيون أنه لا ضمانة إلا لوجود مشروع الدولة التي تساوى فيها اليمنيون جميعا في الشمال وفي الجنوب. وقد أثبتت كثير من التجارب الفيدرالية في عدد من دول العالم أهمية الدولة الاتحادية والفيدرالية وأن يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات. وديننا الإسلامي قد قال لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، والمواطنة المتساوية القائمة على أساس العدل أو العدالة الاجتماعية. لذلك هذه الميليشيات الانقلابية لا يوجد لديها أي مشروع وطني يمكن أن يراهن عليه لبناء الدولة، لذلك مشروعها الآن في مرحلة تضاؤل ومرحلة انتهاء. اليمنيون اليوم يقودون المعركة من أجل المستقبل. صحيح أن ربما المعركة تكون قد طالت، لكن لم يكن بالسهولة أن تحسم المعركة خلال شهر أو شهرين أو سنة. الآن صحيح أن المعركة قد سارت سنتين، لكنها هي معركة المستقبل من أجل القادم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ وضاح اليمن. ينضم لنا الآن عبر الهاتف من مأرب العقيد عنتر الذيفاني الضابط في الجيش الوطني. مساء الخير سيادة العقيد. أهلا بك. سيادة العقيد، كانت معنا قبل قليل الصحفية رؤى عز الدين، تحدثت على أن الأخبار التي ترد من تخوم العاصمة صنعاء تؤثر في طريقة تعاطي الميليشيا التي تقهر الناس بصنعاء مع وتزيد من توجسها تجاههم. هذا الأمر لكم أنتم في الجيش الوطني في المقاومة الشعبية أيضا، هل هناك شعور بمعاناة المواطنين القابعين تحت سلطة القهر في صنعاء؟ ما الذي ستفعلونه تجاههم؟ من المعلومة لدى أبناء الشعب اليمني أن الميليشيات المتواجدة في صنعاء وفي كثير من المحافظات، في بعض المحافظات التي تقع تحت الاحتلال الحوثي، هذه الميليشيات هي عبارة عن عصابات. الكل يعلم حقيقة هذه العصابات وسلوكها التي كانت من يعني الكثير منهم من أصحاب السوابق وخريجي السجون واللصوص المتواجدين في القرى والمناطق. هؤلاء استطاعت جماعة الحوثي أن تجمعهم وتجعل منهم لفيف، وجاءوا ليبثوا الرعب والقلق.
لدى سكان أمانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية. صحيح الجيش الوطني والمقاومة يقتربون يعني كل يومهم في اقتراب، خصوصا حول القبائل طوق صنعاء، ويزداد هذه الميليشيات وهذه العصابات تزداد معدلات الهستيريا لديها، ويعتقد الكثير منهم من هذه الميليشيات أن الفرصة التي منحها الحوثي لهم سوف تنتهي بدخول الجيش الوطني إلى صنعاء، فيمارسون عمليات النهب للمواطنين بشكل أكثر وشكل أوسع. هناك مواطنين يقتلون، هناك مواطنين يتعرضون للاعتداء ومداهمة منازلهم في الليل، ونهب ما لديهم من يعني من فلوس أو غيره، لأن هذه العصابات تعلم أن بدخول الجيش الوطني سوف يحدث الأمن وسوف يحدث الاستقرار. ولا شك أن سكان صنعاء يتضلعون ويتمنون ويتواصلون معنا دائما متى سيدخل الجيش إلى صنعاء ويحررها من هذه العصابات. نحن نعد أبناء شعبنا جميعا وأبناء أمانة العاصمة، هؤلاء الأهالي الذين هم غاليين على قلوبنا، ونحن نعمل ونقدر يعني الألم، ونقدر الضيق، ونقدر المعاناة التي هم فيها. إن شاء الله معاناة ماضي سوف تنتهي قريبا حينما تزول هذه العصابات، وحينما يتم طردها أو القضاء عليها ليعم الأمن والاستقرار هذا البلد. و إن شاء الله في قادم الأيام سوف تسمعون من الجبهات المحيطة حول ضوق صنعاء، ومن جبهة في تهامف، في فعز، في كل مكان ما يسر ويثلج صدور أبناء الشعب اليمني بمشيئة الله. طيب بهذا الخصوص سيادة العقيد، هناك من يقول من خبراء عسكريين أن معارك المدن تحسم على أبوابها، هل هذا الأمر ينطبق على العاصمة المختطفة صنعاء؟ كرر يعني القصد أن هناك الكثير من الخبراء العسكريين الذين يقولون أن معارك المدن الكبيرة تحسم على أبوابها وليس بداخلها، هل هذا الأمر ينعكس أو ينطبق على العاصمة المختطفة صنعاء؟ نحن نأمل بإذن الله أن معركة صنعاء لن تكون في المدن، لن تكون في المدينة، فمعركة صنعاء هي خارجها. ولا أريد أن أكشف ما هو الذي سيحدث في قادم الأيام، بحيث أننا نجنب صنعاء الخراب ونجنب صنعاء الهدم. فعلا هي أمنية هذه الجماعة وأمنية الحوثيين وأمنية يعني هذه الحركة السلالية الكهنوتية، أمنيتها هي أن تهدم صنعاء وأن تدمر وأن تخرب وأن يقتل أهلها. هذه أمنية قديمة عندهم، لكننا نحن نتدارك هذه الهدف الذي تهدف إليه العصابة. مدفعية الجيش الوطني تصل، لديها القدرة أن تصل إلى أي موقع في أمانة العاصمة. ما يمنعنا هو أن يصاب المواطنين بالأذى أو مساكنهم، هذا هو ما يمنع. وإلا فنيران المدفعية ونيران كواديش الجيش الوطني تصل وبكل سهولة، فلن تكون هناك أي دمار. هذا ما نهدف إليه، وسيتم كنف هذه المخلفات، مخلفات التاريخ وغبار التاريخ، وسيتم كنفها وإعادتها إلى حيث جاءت في قبورها وفي في كهوفها. ما لم سوف يحسم الجيش الوطني أمره من أجل أن نخرج سكان أمانة العاصمة وغيرها من المدن مما هم فيه من ضيق وألم ومعاناة. إذن العقيد عنتر الضيفاني، كنت معنا ضابط في الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا. أعود إلى الأستاذ وضاح اليمن. أستاذ وضاح، هناك ظاهرة برزت الآن إلى السطح، ما يعرف بزوار الفجر في صنعاء، هناك مداهمات ليلية، هناك
إخفاءات قصرية ترتفع وتيرتها شيئا فشيئا كظاهرة، ما الذي تعكسه برأيك؟ العمل الاستخباراتي والعمل أيضا القمعي هو جزء ومكون أصيل من مكونات هذه الميليشيات والعصابات، أيضا هي نفس الطريقة التي أيضا لحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح الذي أدار الدولة على مدى أكثر من 3 قرون أيضا بهذه العقلية، عقلية القمع، عقلية المختطفين. هناك في عهد علي عبد الله صالح أكثر من 400 إلى 500 أيضا من الإخفاء، حالات الإخفاءات القسرية منذ بدء توليه نظام الحكم بعد مقتل الرئيس الحمدي ومن ثم الرئيس الغشمي وتوليه مقاليد الحكم. هناك جملة من الاختطافات لم يكشف عنها حتى اللحظة ما بين نساء ورجال. أيضا علي عبد الله صالح اشتغل او عمل بعقليه زعيم عصابه ونظام الديوله وليس نظام الدوله ايضا، وهو ايضا ما تمارسه ايضا هذه العصابات التي هي ايضا جزء من مكونات هذا النظام. لذلك ليس بغريب ان تمارس هذه الميليشيات الانقلابيه عمليه القمع، عمليه ايضا الزيارات كما قلت الليليه ايضا، حتى وصل بهم الامر الى اعتقال النساء واعتقال الاطفال الذين هم ما زالوا او في 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 سن الحدث. كثير من هذه الممارسات بكل تأكيد هي موثقة لدى عدد من الناشطين، عدد من الحقوقيين، عدد من المنظمات التي تعمل أيضا بشكل مستقل بعيدا عن ضغوط هذه الميليشيات الانقلابية، وهي أكيد وبكل تأكيد ملفات سوف تقدم أيضا من أجل محاكمة هذه الميليشيات العصابات الانقلابية. كل الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات الانقلابية هي جرائم لا تسقط بالتقادم أيضا، ولن حتى وإن كان هناك الحديث عن مسمى عن أي تسوية سياسية فهي لن تسقط أي جرائم. هذه الجرائم جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بأي تسوية سياسية، إن كانت هناك أي تسويات سياسية قادمة لن تكون على حساب الضحايا. الشعب اليمني الذي قدم هذه التضحيات هو وحده الضامن والكفيل لنجاح لاستمرار هذه الثورة ضد الظلم، وأيضا من هو الضامن الوحيد لقيام ونشوء الدولة، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية ودولة المواطنة المتساوية. طيب بالحديث عن السياسة دعنا نشرك معنا في الحوار المحلل السياسي الأستاذ باسم الحكيمي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أهلا بك أستاذ باسم. أهلا وسهلا أخي الكريم. حياك الله أستاذ باسم. إذن هناك يعني ما يلاحظ على أنه فشل يلاحظه كثير من المحللين لأداء الميليشيا السياسي، هناك من يصفه بالفشل الذريع أيضا، هل لهذا الأمر دور في تصاعد حدة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بسلطة القهر والعنف بداخل العاصمة صنعاء؟ نعم بالحقيقة هذه ميليشيات فاشية، يعني ميليشيات تتعامل بنفس شمولي طائفي، يعني لم تمر سلم التدرج الطبيعي الإنساني على المستوى الثقافي والفكري وعلى المستوى الاقتصادي، وبالتالي هي ميليشيات جاءت من الكهوف لا تؤمن حتى بفكرة الدولة، وبالتالي هذا النفس الذي بنيت عليه تركيبة هذه الجماعة انعكس يعني بشكل مباشر على أدائها السياسي على مسرح الحياة السياسية قديما. فنلاحظ حالة القمع، حالة الاضطهاد، حالة عدم قبول بالرأي الآخر، حالة يعني كل سلوكياتها يعني منافية لفكرة الدولة، لفكرة المشروع الوطني، وبالتالي هي تنطلق من نفس طائفي شمولي وتركيبتها بهذه الطريقة. لذلك ما يمارس اليوم من اعتقالات يعني المعتقلين بالآلاف، من تضييق على حياة الناس، من تكميم الأفواه، من تجريف لمؤسسات الدولة. اليوم هناك تجريف لمؤسسات الدولة، وهناك تجريف ثقافي، تجريف اجتماعي، تجريف أمني، يعني حتى التعيينات والوظائف لهذه الجماعة عندما يتم على أساس طائفي، يعني بيوت معينة ما يسمونهم بالهاشميين هم المعنيين بالوظائف وفي على في المؤسسة الأمنية، في مؤسسات الدولة المدنية، وبالتالي هذا هو نفس الجماعة. هذه الجماعة الآن كشفت عن لثامها ويعني وكشفت
انكشفت للشعب اليمني، لا يمكن أن يعول عليها. يعني خدعوا الشعب اليمني عندما خرجوا يطالبون بإسقاط الجرعة، وأنهم مع إسقاط الجرعة وأنهم يبحثون عن رفاهة المجتمع، لكن اتضح بعد ذلك للشعب اليمني أنهم كأن تلك الشعارات كانت تختفي وراءها مشاريع إيرانية إقليمية شيطانية، يعني مشاريع رجعية، مشروع الإمامة، مشروع التخلف، ليس مشروعا تنمويا حقيقيا. وبالتالي هم الآن يتعرون أمام الشعب اليمني وينكشفون بمثل هكذا ممارسات. لذلك لا حل مع هذه البلشيات إلا من خلال الحسم العسكري الآن بعد تجريف مؤسسات الدولة. يعني هناك تجريف حقيقي الآن، هناك يعني هناك طوق طائفي، يتم الآن إنشاء منازل للبيوت الهاشمية حول صنعاء كنوع من من السياق الطائفي في المعركة القادمة. هناك تغيير ديموغرافي يتم داخل العاصمة صنعاء، تم تجريف المؤسسات المدنية، صرح الناس من وظائفهم واستبدلوا بأشخاص محسوبين على ميليشيات الحوثي. المؤسسة العسكرية تم يعني اختراقها، وتم يعني تجييش أفراد بالآلاف محسوبين على ميليشيات الحوثي وذات نفس طائفي. هذا وضع خطير جدا، وبذلك تكون إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية بعد هذا التلغيم الذي حصل في الحياة اليمنية على المستوى الفكري والاقتصادي، يعني وعلى حتى على المستوى بنية مؤسسات الدولة صعب للغاية. لن يكون الحسم، يعني نفترض أن هناك من يروج مسألة الحلول السياسية، إذا دخلنا التسوية السياسية ما هو مصير آلاف الأفراد الذين زجت فيهم ميليشيات الحوثي داخل السلك العسكري؟ ما هو مصير الآلاف من المدنيين الذين زجوا داخل المؤسسة المدنية وتم توظيفهم وتسريح؟ يعني هناك إشكالية حقيقية. التغيير الديموغرافي الذي يحصل الآن حول صنعاء والمنازل التي يتم بنائها على هذا الأساس، يعني كيف سيتم التعامل معها؟ لن يكون الحل إلا في إطار حل عسكري يضعف ميليشيات الحوثي ويجبرها على تسليم السلاح، ويجبرها فعلا على أن تقدم تنازلات سياسية بموجبها تستعيد الدولة اليمنية. أما الحديث عن تسويات سياسية في ظل هذا التجريف الحاصل من قبل ميليشيات الحوثي، أعتقد أنه صعب للغاية حتى على المستوى الفكري. لك أن تتخيل أن المناهج الدراسية تم تغييرها واستدعاء، يعني وتم استبدالها بمناهج ذات نفس طائفي تحرض على الطائفيه وتحرض على الشحن بين ابناء الشعب اليمني. يعني وهذه يعني دخيله غريبه على الشعب اليمني. المناهج اليمنيه كانت تتسم بالوسطيه وتدعو الى التعايش والى التسامح، الان المناهج اصبحت ملغمه بافكار مناطقيه يعني تدعو الى الاقتتال وتدعو الى 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 وتدعو الى الاحتراب وتدعو الى تمزق النسيج الاجتماعي. على المستوى الاقتصادي هذه الميليشيات عادت في النظام المصري والاقتصادي، يعني صرفت أكثر من 4 مليار دولار كانت موضوعة في البنك المركزي كوديعة، يعني واستنفذتها لتمويل نشاطها ومعاركها الحربية. يعني أوجدت السوق السوداء كسوق موازي لسوق يعني سوق موازي، ومولت وخزنت ومولت يعني أنشطتها العسكرية من خلال السوق السوداء والمتاجرة بأقوات المواطنين. يعني ما يحصل الآن من تضخم في الأسعار في صنعاء وفي هذه المناطق هو بسبب يعني ما تمارسه ميليشيات الحوثي من عبث النظام المصرفي والاقتصادي. إذن هي دمرت الحياة اليمنية على كل المستويات وعلى كل المجالات. أشكرك إذن الأستاذ باسم الحكيمي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود بسؤال أخير إلى السيد وضاح اليمن عبد القادر الكاتب الصحفي معنا عبر السكايب من القاهرة. أستاذ وضاح، إذا اليمن الآن أو الأهالي في صنعاء الآن الواقعين تحت سلطة القهر هذه، ما الذي يجب عليهم القيام به للخلاص من هذه السلطة القاهرة؟ كذلك ما هو دور الجيش الوطني والمقاومة في ذلك؟ أخي العزيز، كما قلنا حالة الرفض الشعبي الذي بدأت تتولد أساسا داخل العاصمة صنعاء نعول عليها كثيرا. المواطنين اليوم في داخل العاصمة صنعاء بحاجة إلى خلق المزيد من الاصطفاف الاجتماعي والتكاتف في مواجهة هذه الميليشيات. وكما قلنا سيكون بكل تأكيد هناك انهيار لهذه الميليشيات الانقلابية إذا ما زالت هذه الميليشيات ولم ترضخ لأي حلول سياسية قادمة من أجل تجنيب المواطنين في العاصمة صنعاء لربما لمسألة كوارث أو جرائم قد ترتكب من قبل هذه الميليشيات نفسها إذا ما قرر الجيش الوطني حسم المعركة. لذلك يجب على الجيش الوطني إذا ما قرر في حالة فشل أي حلول سياسية من أجل تسليم صنعاء العاصمة صنعاء بشكل سلمي، يجب عندما يخوض المعركة يجب أن تكون هناك ظروف معينة ومناسبة أيضاً
وأن تكون هناك أيضا معالجات حقيقية، ومع مراعاة أيضا أن تحسم المعركة بأقل التكاليف، وبنفس الوقت أن تكون المعركة منظمة بحيث لم يعد في تحمل المزيد من الخسارات، والإضافة إلى الخسارات التي أساسا شكلت هذه الميليشيات في صفوف أبناء الشعب من اعتقالات وقهر وكما قلنا وجرائم منظمة من قبل هذه الميليشيات الانقلابية. المعركة حساسة بكل تأكيد، وتحتاج للمزيد من الترتيبات اللازمة والفائقة الدقة. إذن أشكرك أستاذ وضاح اليمن عبد القادر الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر السكايب من القاهرة، شكرا لتواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء محمد المقبلي ومنصور النقاش وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.